السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد. أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح المحور الثاني، The World Around Me، أو العالم من حولي، Chapter 1، الفصل الأول، Our Natural World، عالمنا الطبيعي، كتاب Discover أو اكتشف منهج KG2. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين دي page 71 أو صفحة 71، وعنوانها كالآتي: Animal features يعني خصائص الحيوانات. Animal يعني حيوان، features يعني خصائص، وهنا بيكلمنا عن خصائص الحيوانات. وزي ما احنا عارفين طبعا ان animal features help them survive their habitat، يعني الخصائص الخاصة بالحيوانات بتساعدهم ان هم يعيشوا في المواطن اللي هم الموجودين فيها. Animal features help them survive their habitat، يعني خصائص الحيوانات بتساعدهم ان هم يعيشوا في المواطن بتاعتهم. فالحيوانات اللي موجودة في الغابة عندها الحاجات او الخصائص اللي بتساعدها ان هي تعيش في الفورست. الحيوانات اللي عايشة في الصحراء او في الديزرت عندها الخصائص اللي بتساعدها ان هي تعيش في الهابيتات ده. فهنا الدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول cut out the pictures، اقطع الصور، of animal features below، الخاصة بخصائص الحيوانات الموجودة بالأسفل، sort them، صنفهم into the categories، يعني صنفهم إلى أقسام، on the feature categories page، في صفحة أقسام الخصائص الخاصة بالحيوانات. مرة تانية، cut out the picture of animal features below، اقطع صور الخاصة بخصائص الحيوانات الموجودة في أسفل البيج هنا، sort them into the categories on the features categories page، صنفهم أو حطهم والزقهم في الصفحة الخاصة بأقسام خصائص الحيوانات. وإحنا لسه ما رحناش للصفحة الخاصة بأقسام الحيوانات، فإحنا هنطلع هنا على الصور الأول ونعرف الصور دي خاصة بأنهي خصائص علشان لما نقصها نعرف هنحطها فين. وزي ما احنا شايفين في قدامنا صور لبعض الحيوانات، وعايزين قبل ما نتكلم عن كل صورة نعرف ان some features can help them move، بعض الخصائص بتساعد الحيوانات على انهم يتحركوا. move يعني يتحركوا. some features can help them move، some features can help them eat، بعض الخصائص التانية بتساعدهم انهم يأكلوا. eat لازم يتحركوا ولازم يأكلوا. some features can help them hide، بعض الخصائص بتساعدهم على الاختباء، الاختباء من حيوانات تانية او من اي خطر بيهدد حياتهم. some features can help them hide، بعض الخصائص بتساعدهم على ان هم يختبئوا. يبقى هم عندهم خصائص بتساعدهم ان هم يموف يتحركوا، يئيت يأكلوا، يهايد يختبئوا. وsome other features can help them survive the weather، وفي بعض الخصائص التانية بتساعدهم ان هم يعيشوا ويتحملوا الطقس، the weather. واحنا مش هنتطرق للخصائص الخاصة بالweather دلوقتي، احنا هنتكلم على اول تلات انواع من الخصائص اللي هي بتساعدهم ان هم يتحركوا move، ويأكلوا eat، ويختبئوا من الخطر hide. فاول صورة زي ما احنا شايفين قدامنا لثعلب الفنك او the fennec اللي احنا خدناه قبل كده، وفي سهم في الصورة متجه للإير بتاعت الفينك. الإير بتاعت الفينك بتساعده على إيه؟ هو ثعلب الفينك هو بيعيش في الصحراء، أو it lives in the desert، بيعيش في الصحراء. وزي ما احنا عرفنا قبل كده الصفات بتاعت الهابيتات بتاعت الفينك، واللي مش عارف المعلومات الخاصة بيقدر يرجع للدرس بتاعه ويعرف أكتر.
فلازم يكون عنده خصائص تحميه وتخليه يختبئ من أي حيوان تاني جاي يأكله أو أي خطر جاي يهدده. وأول حاجة بتساعده على كده إن أذنه بتكون طويلة وبيسمع أي صوت خاص بأي خطر جاي يهدده. فهنا الفيتشر دي أو الخاصية دي اللي هي الأذن الطويلة أو اللونج إير بتساعده على إنه يعمل إيه؟ يأكل يأكل ولا يموف يتحرك ولا يهايد يختبئ. شاطرين، الإير أو اللونج إير الخاصة بثعلب الفينك بتساعده على إنه يهايد من أي خطر جاي يهدده، ودي أول صورة. تاني صورة زي ما احنا شايفينها الوينج أو الجناح الخاص بالإيجل بالنسر ده. هو الإيجل عنده لونج وينجز أو عنده أجنحة طويلة، اللونج وينجز دي بتساعده إن هو يطير في السماء ويتحرك بسرعة في الهواء. فالفيتشر دي بتساعده إن هو يأكل يأكل ولا هو يموف يتحرك ولا هو يهايد يختبئ. طبعا شاطرين، طبعا دي بتساعده إن هو يموف يتحرك بسرعة ويطير بسرعة في الهواء علشان يقدر يصطاد الأكل بتاعه ويتحرك بسرعة. تالت صورة زي ما احنا شايفين صورة الشيتا أو الفهد، وهنا عنده الماتشنج كولر. الماتشنج كولر يعني اللون المتطابق اللي بيساعده ان هو يبقى شبه الهابيتات اللي هو فيه اللي هو الفورست. هو هنا لون الجلد بتاعه متطابق او شبه كتير البيئة اللي حواليه او المكان اللي حواليه. فهل يا ترى السهم هو بيشاور على لون الجلد زي ما السهم كان بيشاور على اللونج وينج الخاص بالإيجل، وزي ما السهم كان بيشاور على اللونج إير الخاصة بالفينك؟ هنا اللون الجلد ده أو الماتشنج كولر أو اللون المتطابق الخاص بالحيوان ده بيساعده إن هو يأكل يأيت ولا يموف يتحرك ولا يهايد يختبئ. شاطرين، هو هنا بيساعده ان هو يهايد يختبئ ويبقى شبه الشجرة اللي هو واقف عليها علشان يا اما بيستخبى من اي عدو ليه، يا اما هو بيختبئ علشان يصطاد اي فريسة اي حيوان صغير هو هيأكله. فهنا الفيتشر دي بتساعده ان هو يهايد، وواضح جدا ان هو شبه الهابيتات اللي هو فيه. نوصل للصورة الرابعة، وهنا صورة الهن او الدجاجة. الهن عندها هنا منقار طويل. الفيتشر دي الخاصة بالهن او المنقار بتاعها بيساعدها ان هي تهايد تختبئ ولا تموف تتحرك ولا بتساعدها ان هي تأيت تأكل. شاطرين، ايه الهن بتأكل بالمنقار ده، ان ما بتستخدموش ان هي تتحرك طبعا، وما بتستخدمهوش ان هي تهايد تختبئ، فهي بتستخدمه في الايت او ان هي تأكل. وبالتالي هي او هنا ده طبعا الفيتشر دي بتساعدها ان هي تايت. خامس صورة، صورة الدوج ده، وهنا بيشاور السهم على الليج بتاعته او اللونج ليج بتاعته او رجله الطويلة. هنا الفيتشر دي بتساعده ان هو يأكل ولا بتساعده ان هو يهايد يختبئ ولا بتساعده ان هو يموف يتحرك. الفيتشر دي بتساعده ان هو يموف يتحرك. شاطرين، لان الليج طبعا بتساعده ان هو يتحرك. سادس صورة، صورة الفيش، وعندها زعنفة في ظهرها، والزعنفة دي طبعا بتحرك بيها جسمها في المية وبتتحرك بيها رايحة جاية. الزعنفة دي بتساعدها ان هي تتحرك جوه المية. فهنا الفيتشر دي او الزعنفة دي بتعمل بيها بتختبئ بتهايد ولا بتقيد بتأكل ولا بتموف بتتحرك. شاطرين، الفيتشر دي بتساعدها ان هي تموف في الووتر، ان هي تتحرك في المية. سابع صورة، صورة التايجر اللي هو النمر، والسهم بيشاور برضو على لون الجلد بتاعه أو الماتشنج كولر اللي موجود في جسمه. هنا اللون الخاص بالتايجر هنا بيساعد ان هو يبقى شبه الهابيتات بتاعه أو الغابة اللي هو فيها سواء كان في بين أشجار. فهنا الفيتشر دي بتساعد ان هو يأكل، هو بيأكل بلون الجلد بتاعه ولا بتساعد ان هو يموف يتحرك ولا بتساعد ان هو يهايد يختبئ يستخبى مثلا للفرائس او الحيوانات اللي هو هيصطادها. شاطرين، الفيتشر دي بتساعد ان هو يهايد او يختبئ. واخر صورة، صورة اللايون او الاسد، وهنا السهم بيشاور على الماوس او الفم بتاع اللايون الاسد. هنا الفيتشر دي بتساعد ان هو يموف يتحرك ولا ان هو يهايد يختبئ
ولا ان هو eat يأكل. شاطرين، الصورة دي بتساعده ان هو eat يأكل. وبكده نكون عرفنا كل الفيتشرز اللي موجودة في الصور، وعرفنا كل فيتشر فيهم بتساعد الانيمال بتاعها في ايه. وزي ما احنا قلنا قبل كده في اول البيج دي، animal features help them survive their habitat. animal features help them survive their habitat يعني الخصائص الخاصة بالحيوانات بتساعدهم ان هم يعيشوا في المواطن بتاعهم. والكلمات الجديدة هنا cut يعني اقطع، features يعني صور، features يعني خصائص، below أسفل، sort يعني صنف، categories يعني أقسام، page يعني صفحة. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل لبيج 73 ونوصل لبيج 73 وعنوانها كالآتي: feature categories. feature categories يعني أقسام خصائص الحيوانات أو أقسام الخصائص الخاصة بالحيوانات. feature categories يعني أقسام الخصائص الخاصة بالحيوانات. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: sort the features of the animals into each box. sort the features of the animals into each box يعني صنف الخصائص الخاصة بالحيوانات في كل قسم من الأقسام التالية. وعندنا هنا الموفينج يعني التحرك، والإيتينج يعني الطعام الأكل طبعا، والهايدينج يعني الاختباء. وزي ما احنا عرفنا قبل كده الخصائص الخاصة بالموفينج اللي احنا عرفناها في الصور اللي فاتت، وهي اللونج وينج بتاع الإيجل واللونج ليج بتاعة الدوج وزعنفة الفيش اللي بتساعدها ان هي تتحرك في المية. يبقى هما تلات صور: long wing، long leg، وزعنفة السمكة. تاني حاجة ال eating، واحنا عرفناهم وهم الهن والمنقار بتاعها واللاين ماوس او فم الاسد. والقسم التالت او البوكس التالت هو الهايدنج او الاختباء، واحنا عرفناهم كويس وهم الفانك اير او اللونج اير بتاعت ثعلب الفانك، والشيتا او الفهد والماتشنج كولر بتاع جسمه او الفهد واللون المتطابق الخاص بجسمه اللي بيساعده يستخبى في الهابيتات بتاعه، والتايجر والماتشنج كولر الخاص بجسمه هو كمان وبيساعده يختبئ في البيئة بتاعته. وبكده نكون انهينا السورتنج او التصنيف الخاص بالفيتشرز بتاعت الانيمالز هنا. والكلمات الجديدة هنا هي sort يعني صنف، features يعني خصائص، categories يعني اقسام، each يعني كل، box يعني صندوق. ونتنقل للبيج اللي بعد كده وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول ونوصل للوحة الشرف واسماء اصحابي الشاطرين اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم متابعين معانا وبيجاوبوا شاطرين. والاسماء هي ادم، يارا، لولو او لامار، بابلي، مالك محمد او مالك، جانا وليد، وياسين وليد، كوكا، احمد، كنزي، شمس، انس، عائشة، عبد الله، عبد الرحمن، يوسف او يوسف جمال، ماريان، موسى، أكرم، عبد الملك، ريناد، زياد، مالك أو مالك محمود، عبد الرحمن أو عبد الرحمن المدمس، ريتاج، منا. كلكم شاطرين وكلكم حلوين، انتوا المستقبل وإن شاء الله تكونوا دايما في أحسن حال. ونوصل لآخر بيج زي ما قلنا،
وهنا البيج بعنوان my animal او حيواني، والدايركشنز بتاعتها كالاتي: draw ارسم a picture of an animal، صورة لحيوان that would live in the same habitat، اللي ممكن يعيش في نفس البيئة as our classroom garden، اللي تشبه الحديقة الخاصة بالمدرسة بتاعتنا. draw ارسم a picture، صورة of an animal، لحيوان that would live، الذي يمكنه أن يعيش in the same habitat، same يعني نفس، habitat يعني الموطن، as our اللي هو يشبه our classroom garden، حديقة الفصل بتاعنا أو حديقة المدرسة بتاعتنا. وزي ما احنا عرفنا قبل كده يا حبايبي، we know what the habitat is like in our classroom garden. What animal do you think would live in that habitat؟ يعني احنا عارفين ان الهابيتات او الموطن اللي بيشبه our classroom garden يشبه ايه بالظبط؟ يشبه مثلا حاجة صغيرة زي الفورست مثلا، حاجة صغيرة فيها flowers. What animal do you think، اي حيوان انت تعتقد would live in that habitat، اللي هو ممكن يعيش في بيئة زي دي؟ فطبعا الانيمال ده لازم يكون عنده الفيتشرز اللي تساعده ان هو يعيش في الجاردن. The animal should have features that help it live in the garden، صح ولا لا؟ دي اول صفة مثلا لازم نعرفها عن الحيوان ده، ان هو يكون عنده الفيتشرز اللي تساعده ان هو يعيش في الجاردن. تاني حاجة لازم نبقى عارفينها الفيتشرز دي شكلها ايه، مثلا يكون عنده الماتشنج كولرز او اللون المتطابق اللي بيخليه مثلا يهايد من اي عدو، لازم يكون عنده مثلا اللونج ليكس اللي تخليه مثلا ستيب اوفر ذا فلاورز، يعدي او يتخطى الازهار، لازم يكون عنده مثلا الماوس اللي يساعده ان هو ييت اتس فود، ييت اتس فود يعني ياكل طعامه. فلازم نبقى عارفين ان الانيمال ده يكون عنده الفيتشرز اللي تساعده ان هو يعيش في الجاردن. والكلمات الجديدة الخاصة بالبيج هنا، طبعا احنا عرفنا draw قبل كده يعني ارسم، draw يعني ارسم، picture يعني صورة، live يعني يعيش، same يعني نفس، habitat يعني موطن، classroom يعني الفصل، garden يعني حديقة. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.